بتعرفوا يعني بدي انقل لكم الخبر، لانه الهيئه المصدر اللي وصل لي منه موثوق، بس انه انتبهوا على صحه السلامه. في كثير وممكن تشوفوها على تليفونكم او على اللابتوب اللي قدامكم، يكون فيروس يفوت وياخذ كل شيء برايفت عندكم اياه من صور ومن تليفون، ممكن كمان ينزع على التليفون. بقى انتبهوا، في شيء فيروس اسمه واناكراي عم بيضرب كمان خاصة المملكة العربية السعودية، وصار في كذا حالة، في اعتقال دونالد ترامب كمان. في رقم تليفون إذا وصلكم، أو رقم مش رقم تليفون، هو 9984433، كمان حاولوا ما تطلبوه ولا ترجعوا تردوا عليه. وفي كذا هجوم كاسح متواصل من ساعتين لفيروس الفدية عالميا، هو الأقوى والأعنف، ما حدا بيعرف مصدره من وين. بقى انتبهوا لتليفوناتكم، وانتبهوا لكل شيء عندكم ديفايسز ما يصير معه شيء، او لابتوب. ضيوفي بالاستوديو مثل ما ذكرت من شوي سيدي ستيفاني عزاليوم، مديرة قسم التسويق والتواصل بشركة أفرتيم، ورامز القارة مدير التطوير وهندسة البرامج. حديثنا اليوم مسابقة أفرتيم بكلية العلوم بالجامعة اللبنانية، يلي دايما طبعا نحن بنحييها لهالجامعة على كل جهودها وكل نشاطاتها، وبالفعل طلابها ببيضوا الوجه واساتذتها كمان ببيضوا الوجه وكل القيمين على هالجامعه ايضا. اهلا وسهلا فيكم، صباح الخير، يعطيكم الف عافيه. بالبدايه يعني خلينا نعرف شوي عن شركه أفرتيم اللي تواصلتي معهم حضرتك ستيفاني، كيف صار التواصل من 10 سنوات لهلا، وشو هي أفرتيم كنايه وعباره عن شو؟ اوكي، اول شيء أفرتيم هي شركه عالميه انترناشونال، عمرها اكثر من 25 سنه، مركزها الرئيسي بفرنسا، وبتغطي العالم كله عبر فروع بأوروبا بأمريكا بالشرق الأوسط وأفريقيا. بتقدم الشركة برامج للحكومات الإلكترونية للدول العربية وبلبنان أكيد، وبرامج أخرى للتحول الرقمي أو ديجيتال ترانسفورميشن لجميع أنواع المؤسسات والشركات عبر العالم. الشركة اليوم فيها بقلبها أكثر من 800 موظف، تقريبا الثلث منهم موجود بلبنان، او اذا مش اكثر شوي موجود بلبنان بالفرع الاساسي الرئيسي تبعنا اللي هو موجود بالنقاش. ضمن اطار عمل الشركه لدعم اذا بدك الانوفيشن والابداع عند الشباب اللبناني بهذا المجال، يعني بالمجال الرقمي، قررنا ندعم نشجع الكومبيتيشن يلي عم بتصير للسنه الثانيه بالجامعه اللبنانيه، يلي هي اسمها ال سي بي سي اللبنانيز كوليجيت بروجرامينج كونتست، يلي نظمتها الجامعه اللبنانيه نهار السبت يلي مضى، كليه العلوم بالجامعه اللبنانيه. هلا رامز رح يعطينا اكثر. كليه العلوم اسم الله عليها، بحسها كثير ناشطه بالجامعه اللبنانيه، يعني عندها كذا نشاط. انا كمان قدمت لها ايفنت من فتره، كمان من سنه، يعني على طول عندكم ايفنتس، على طول عندكم نشاطات. برافو. رامز خبرنا شوي اكثر، يعني شو بيشاركوا بشو، شو بيقدموا، وقد ايه لهم بيشاركوا الجامعه اللبنانيه، وكلهم لهم حق يشاركوا كل السنوات. اوكي، بدايه خليني بس اعطيك لمحه صغيره بس عن التعاون بين الشركه وبين الجامعه اللبنانيه. بأفرتيم يعني من حوالي رحنا لسبع سنين او ثمان سنين لورا، بلشنا بمذكرة التفاهم مع الجامعة اللبنانية. هاي المذكرة بتسمح لنا نتعاون مع طلاب الماستر، يعني كل طلاب الماستر مندربهم ومنحضرهم لسوق العمل بشكل افضل. وهذا سببه اساسي انه الطالب بيكون مش جاهز كتير بالجامعة لسوق العمل، فلما تعمل تعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام تقدر تفيد بشكل اكتر. فهي بالدرجة الاولى. بالفترة الماضية خلال السنتين الماضيين بلشنا نتعاون اكتر على مجال الكومبيتيشن والمسابقات اللي عم بتصير. ال سي بي سي اللي هي المسابقه البرمجه الكومبتيتيف بروجرامينج بدات من 1970، فهي لها فتره طويله جدا، ابتدت بامريكا وكندا وانطلقت لبقيه العالم، وفيها تصفيات على مستوى الجامعات، بعدين البلدان، بعدين المناطق، لحد ما توصل للتصفيات على مستوى العالم. اللي صار يوم السبت الماضي هو تصفيات على مستوى الجامعه اللبنانيه، في حوالي 5 فروع شاركوا فيها، الطلاب بيقدروا يشاركوا فيها من كل الصفوف، يعني مجرد ما هو طالب برمجه. صفوف كل الاختصاصات ولا اختصاصات البرمجه؟ هلا يعني اللي بيقدر يشارك فيها من الهندسه والعلوم البرمجه. يعني هي بصلب اختصاصهم، يعني هي اختصاص برمجه، طلاب الهندسه مش كل الهندسه، عم نحكي السي سي اي او هلا في اشخاص بيكونوا اخذين كورس، ما لانه كمان صاير كريدتس، يعني مثلا البزنس انفورميشن سيستم بيقدروا يشاركوا اي حدا عنده فيري جود باك جراوند بيقدر، ما في مشكل. بس عاده اللي بيقدروا اللي عندهم القدره انه يشاركوا بيكونوا يا طلاب كليه علوم او طلاب كليه هندسه وبعض طلاب كليه اداره الاعمال اللي بيكونوا متخصصين بالبرمجه. فالاسبوع الماضي يوم السبت صار في مشاركه من حوالي 5 فروع من كليه العلوم، الفرع الاول والثاني والثالث، في ناس من النبطيه، ناس من زحله شاركوا، وصار في كمان اكيد كليه العلوم الحدث والهندسه.
كان في حوالي 33 فريق، يعني عم نحكي شي 100 طالب، كل فريق شي 3 اشخاص. المسابقة عبارة عن مجموعة أسئلة، مجموعة programming questions، اللي بيجمع أكثر عدد أسئلة بيتأهل أو بيربح المسابقة. وفي كثير تفاصيل مثل كم مرة بيقدر، يعني إذا جاوب مرة غلط بينعمل له بينالتي، كل هالتفاصيل. هذا بشكل أساسي البرمجة. اللي بيتأهل من هيدي المسابقة بيطلع للنهائيات على مستوى مصر ولبنان وسوريا، الدول العربية إذا بدك. بيرجعوا بيشاركوا مرة ثانية، ورا ما يتشاركوا بهيدي المسابقة بيطلعوا على مستوى العالم، بيصير في مسابقة كومبيتيشن على مستوى كل العالم. بس هونيك صارت على مستوى مش أسئلة وأجوبة، على مستوى أبليكيشنز أو برمجة أو شيء. أو هي دائما برمجة، حتى وقت ما كنا عم نعملها بالجامعة اللبنانية كانوا قاعدين على كمبيوتراتهم، بيجيهم مشاكل برمجية، يعني مثلا بيجيهم أفضل طريقة لتحل مشكلة برمجية. أوكي هلا. فبيجي الفريق اللي هو 3 أشخاص التيم، بيحضر حاله، بيعطي جواب وبيجاوب هذا السؤال. إذا جاوب وطلع صح، في عنده فكرة كتير حلوة، بيكون في بالونز، إذا شفت الصور، فبيكون في بالون، بيجي كل واحد بحل السؤال بيحط له بالون لنشوف مين الاكثر ناس عم يسبقوا غيره. كم فريق وصلوا هلا للدول العربيه؟ اللي بيوصل للدول العربيه مش هلا، يعني هلا رحنا عم نحكي على مستوى الجامعه اللبنانيه. نعم. الخطوه الثانيه اللي حتصير بسبتمبر بشهر 9، نعم، حتكون على مستوى الجامعات كلها، يعني حيشاركها الاي او بي، الاي او ال، كل الجامعات اللبنانيه كلهم، الاي او كل عاده بيتم اختيار ايضا الاشخاص من الجامعه وهم بيوصلوا للجامعه اللبنانيه، هي اهم شيء لنطمن بالنا. صحيح، دائما بيختاروا من الكل. أوكي. وبيوصل السنه الماضيه وصل من ناس من الجامعه اللبنانيه كمان على النهائيات وتاهلوا. نعم. فهي السنه ان شاء الله، السنه الثانيه كمان ان شاء الله بيقدروا يوصلوا كمان ازول. نتمنى التوفيق لكل كل الجامعات اكيد. فهذه هي بشكل اساسي الفكره تاعت البرمجه، تاعت مسابقه البرمجه، والهدف منها، الهدف منها انه نقدر نساعد الطلاب يفوتوا بمسابقات ترفع المستوى تاعهم. يعني اليوم بابا عم نشتغل بس على مستوى لبنان، عم نحكي على مستوى العالم. وبما انه أذر هي شركه بتعنى مش بس يعني احنا مش شركه بوكس موفر، احنا ما بنشتري سيستم ونبيعه، رحنا عنا انوفيشن من عنا، رحنا بنعمل الجوريزم، بنعمل خوارزميات خاصه فينا، برامج رحنا بنستعملها، بيتطلب هذا الشيء يكون عنا طلاب متفوقين ومتميزين طبعا، فبنسعى لهالموضوع. نعم. ستيفاني، بتواصلك مع شركه أذر تيم، يعني شو بتسمع فيدباك عن الطلاب اللبنانيين، وقديش مدى امكانيه وصولهم للعالميه وللحصول على الجوائز الاولى حسب خبرتهم الشركه طبعا، وعم بيجتمعوا بكل الطلاب بالعالم وعم يشوفوا الطلاب اللبنانيين ومستواهم. هلا نحن كشركه أذر تيم نحن ملتزمين انه ندعم اندماج الشباب اللبنانيين عامه، خصوصا الشباب بالجامعه اللبنانيه، انه يكونوا هن بارت من اذا بدك التطور. نعم. والابتكار التكنولوجيا المعلومات، وعم نعمل هذا الشيء ضمن نحن الاهداف يلي عم نشتغل على اساسها، يلي هي انه نساعد بتحسين التعاون بين القطاع الخاص وقطاع التعليم لننشر التوعية عن اهمية اذا بدك استحداث او استعمال برامج افضل ومبتكرة بقطاع المعلومات والاتصالات، لانه هذا الشيء اندايركتلي بيدعم المشاريع وال اذا بدك البلانز للتحول الالكتروني وللحكومة الالكترونية على الصعيد الوطني يعني بلبنان. لا انه كثير الفيدباك يلي عم نسمعه انه اتس فيري بوزيتيف، وفي يعني طب الاشخاص اللي عم يوصلوا على مرحله متقدمه عم بيكون عندهم فرص عمل اكثر من غيرهم؟ يعني هيدا نشجع الشباب يشتغلوا يعني. هلا اكيد نحن يعني كأذر تيم نحن اساسا عم نكون كثير موجودين بهول الكونتستس، وعم نكثف مساهمتنا لهالنوع من كومبيتيشنز كرمال يعني ناخذ مثل ما كان عم بيقول رامز، يعني ناخذ النخبه اذا بدك تبع هول الاشخاص. نعم. يلي عم نرجع نجي ومنخليهم عم نعطيهم فرص عمل بشركتنا، ونحن كوننا شركه انه انترناشونال ما عم بيكون بس هيدا الشيء على نطاق لبنان، يعني عم بيكون عندهم فرص انه يروحوا يشتغلوا بالشركه عنا بس بالفروع برات لبنان، باوروبا، بالخليج، وين ما كان، يعني عم نفتح لهم ابواب للعالميه، لا يكونوا عم بيشتغلوا بشركه عالميه من وراء مبادرات من هالنوع. سمعت رامز عم بيقول من شويه ممكن يوصلوا لفيسبوك، ممكن يوصلوا يعني للشركات الكبيره العالميه. صح. اذا حصلوا على المراتب، لانه سبيسيفيكلي اكثر لانه نحن عم نشتغل على مواضيع التوب اذا بدك الترندي توبكس ان بالتكنولوجي وبالاي تي. نعم. اللي هن الانوفيشنز، يعني الارتفيشال انتليجنس، الاي او تي، بلوك تشين، يعني كل هول المواضيع نحن شو بيقولوا وي امبدم، يعني انه بارت اوف اور بروجرام يلي عم نقدمه. نعم.
الاستراتيجي يعني وعم نبني. نعم عم بيخلص. انا بس بدي رامز اللي عم تحضروا طلابكم بشكل كويس يعني بتتابعون لانه يتقدموا ويوصلوا ويقدروا يحصلوا على مراكز اولى. صحيح. الطالب اللي بيجي لعنا من الجامعه اللبنانيه ليشتغل بايفرتيم بيمرق بمرحله تحضيريه حوالي 9 أشهر. نعم. خلالها بيحصل على دورات تدريبيه، الشركه بتحط اشخاص يدربون يعلمون على اخر تكنولوجي مثل كان في الاستيفاني انترنت اوف ثينجز ارتفيشال انتليجنس وحتى التراديشنال تكنولوجيز، وبنفس الوقت ورا التدريب بنبلش نفوتهم على سوق العمل ونخليهم يطبقوا ريل بروجكت. نعم. مشاريع حقيقيه وياخذوا خبره من هذا النوع. فنوعيه التدريب اللي بيحصلوا عليه خلال 9 أشهر خلال الماستر تاعتهم. نعم. بتخليهم يمكن يطلعوا من عنا جاهزين ليفوتوا بسوق العمل دايركتلي ويبلشوا ينجحوا بشكل مباشر جدا يعني. نعم. فالتحضير جدا جيد بيكون بايفرتيم على اعلى مستويات اذا بدنا نقول. يعني انا بدي اتشكركم على المبادره الحلوه وتحيه لايفرتيم، تحيه لطلاب الجامعه اللبنانيه ولكل طلاب لبنان، وعلى امل انه سنه يوصلوا للمراحل والمراكز الاولى ويقدروا يحصلوا على فرص عمل اهم واهم. ميرسي. شكرا سيفاني، شكرا لك رامز. نحن وياكم مكملين بريك وبنرجع.